اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه مهارات زراعيه في كل مكان من مشهد الرجاء، احييكم واقدم لكم هذا الفيديو الهام. في ظل ارتفاع اسعار الاسمده المبالغ فيه جدا وخاصه سماد ال NPK، النهارده ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نعمل سماد NPK طبيعي وكمان مجاني. يمتاز هذا السماد بانه يحتوي على جميع العناصر الكبرى والصغرى، منشط عام للنمو، منشط للجذور، يزيل التزهير وعقد الثمار. ده السماد الطبيعي بتاعنا اللي بيحتوي على جميع العناصر الغذائيه الكبرى والصغرى، وقلنا ان السماد الطبيعي ممكن استخدمه بكامل تركيزه كما ترون، او ممكن اخفه بضعف حجمه من الماء، مفيش مشكله خالص ان ده طبيعي لو انا سميت بكامل التركيز مفيش اي ضرر. لكن طبعا الاسمده الكيماويه لو انا زودت التركيز ممكن تعمل تسمم للنبات. لكن دايما بقول ان اي سماد طبيعي بيحتوي على بعض العناصر وقد لا يحتوي على بعض العناصر الاخرى، لذلك يفضل التنوع في استخدام الاسمده الطبيعيه دائما. عندنا نبات السجاد او الكليوس، اهوت ببدا ارويه بالسماد الطبيعي بتاعي. ممكن اروي هنا حوالي مثلا 100 مللي من المحلول بتاعي، لو قصيص كبير شويه ممكن اديله 200 مللي، لو هي شجره كبيره ممكن اديها لحد لتر، مفيش اي مشكله. كمان ممكن اسمد كل 15 يوم، كل 20 يوم بدون اي مشكله، لكن لازم قلنا انوع مع الاسمده الطبيعيه الاخرى. نبات الادينيوم برضو ادينالو، ديت شجره مانجا صغيره برضو بنديها من السماد، هنا ادينا حوالي 200 مللي. بنكمل بقيه السجاده او الكليوس. لو عايز بقى النبات بتاعي يحصل فيه نمو رهيب اضعاف اضعاف، ويحصل فيه زياده في التزهير والعقد وحجم الثمار، هخلي النبات كده اذا بقوله يتجنن، هضيف على السماد بتاعي إضافة أخرى هتجعل من هذا السماد سماد قوي جدا. بضيف هنا ملح الليمون أو السيتريك أسيد، وده بشتريه من عند العطار، نص معلقة صغيرة ملح ليمون على نص لتر من السماد، وهتتفرج على النتائج، نتائج مذهلة. طبعا بضيف نص معلقه، انا وانا بضيف في بعض ضائع مني، فانا احاول اعوضه برده بكميه قليله، وبعد كده بغلق الزجاجه واعمل عمليه رج قوي للمحلول حتى يحدث اذابه كامله للسيتريك اسيد او ملح الليمون. هنلاحظ بعد اضافه ملح الليمون ان لون المحلول فتح، لان ده بيوريك ان ملح الليمون ليه تاثير قوي فعلا وليه مفعول قوي، بيحدث تفاعل قوي جدا مع السماد. كده ان شاء الله اصبح السماد عندي جاهز، ابدا ان شاء الله استخدمه بقى في التسميد على طول. بعد ما اضاف السيتريك اسيد هسمد هنا بقى معلقات او هنجات عباره عن نبات التراد سكانس مع نبات السجاده. هبدا هنا اسمدها بالمحلول، بدي هنا طبعا عشان نبات الصيص صغير، بدي كل الصيص حوالي 50 الى 75 مللي بحسب ما ياخد من الكميه الكافيه لري. هتلاقي نتائج مذهله في النموات الخضريه، تزهير في العقد، في كل في حجم الثمار. الحقيقه السيتريك اسيد بيعمل مفعول جبار مع السماد ده. سماد النهارده بنعمله من اوراق شجره الزنزلخت الشبيهة جدا بشجرة النيم، وأيضا لها استخدامات طبية عديدة جدا للبشر، وكذلك تستخدم كمبيد حشري منذ قديم الأزل. شجرة معروفة منذ القدم ومشهورة جدا في الوطن العربي وأغلب دول المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية. باخد حوالي 10 أوراق من شجرة النيم وأبدأ أقطع الأوراق بتاعتهم كما ترون بهذه الطريقة، وبكون محضر إناء به ماء يغلي، وابدأ اخد الاوراق ديت واضعها في هذا الماء المغلي. طبعا ما بحطش الاوراق على النيران لان ممكن زيت التيار الموجود بيها يحصل له تصاعد مع الابخرة وافقد قيمته، لكن هنا انا بعمل ماء مغلي وبضع فيه الاوراق وببدأ اقفل الاناء مرة اخرى واتركه لمدة حوالي يوم. بعد مرور اليوم باخد المحلول بتاعي وابدا اصفيه كما ترون، بيبدا لون المحلول يميل للون الاخضر او اللون الاخضر الزيتي. ببدا اصفي كل المحلول عندي وكده يعتبر عندي هو جاهز للاستخدام كسماد. بس ما في موضوع التصفيه الى ان يكتمل تصفيه كل المحلول، ان شاء الله نعمل حلقه عن استخدام الزنزلخت في عمل المبيد الحشري.
كده السماد جاهز عندي. العشر اوراق عملوا لي حوالي 2 لتر. على فكره ممكن استخدم اي تركيز، ممكن استخدم 20 ورقه 30 ورقه، لان ده سماد طبيعي ليس له اي اضرار. بذلك نكون وصلنا الى نهايه الفيديو. شكرا لحسن استماعكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.